قوات تحالف مجبرة أن تقف بصف. والهدف الثاني. لم تكن لعفوا أستاذة. أنت تؤولين. السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، حياكم الله إلى حلقة جديدة من بين قوسين. يعيش الوطن امتحانا صعبا على الأرض بعد أن تكالبت أطراف تقاطعت مصالحها السلبية ضد اليمن أرضا وجمهورية وثورة وحضارة. وجدت السلطة الشرعية نفسها ملزمة بالدفاع عن كل شيء في اليمن، عن الأرض والإنسان والدولة والشرعية. والشعب اليمني يقف بكل شموخ وصبر صامدا بوجه كل العواصف، متينة هي أواصر الوحدة بين اليمنيين وعميقة جذورها، وستنكسر على جدارها كل معاول الهدم والفرقة، سيما بعد أن انكشف زيف المشاريع العائلية والسلالية، لأن اليمن أرضا وتاريخا وشعبا وحضارة أكبر وأعظم من أن تنال منه عصابات ارتهنت لمشاريع الهيمنة الخارجية. في هذه الحلقة سنناقش الأطر المشتركة التي تجمع ولا تفرق، ونتعرض لصور من محاولات العبث باللحمة الوطنية وكيف يمكن مواجهتها والتصدي لمشاريع التشطير التي تستهدف وحدة الهوية اليمنية. لمناقشة محاور الحلقة يسرني في الترحيب في مستهل هذه الحلقة عبر السكايب من الرياض مدير مكتب الثقافة في محافظة عدن الأستاذ عبد الله باكدادة، عبر الهاتف من مكة الباحث السياسي محمد عسكر، كذلك سيكون معنا من الرياض الناشط السياسي الأستاذ ناصر الشريلي. مشاهدي الكرام، قبل البدء بالنقاش فاصل قصير ومن ثم نعود، تكرموا بالبقاء معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع ضيفي عبر السكايب من مكة، عفوا من الرياض، مدير مكتب الثقافة الأستاذ عبد الله باكدادة. أستاذ عبد الله مساء الخير. يا مساء النور وأهلا وسهلا بكم. إذا تحدثنا، كيف تنظر لحالة الغضب مثلا في المحافظات الجنوبية من منطلق مناطقية وعنصرية، كيف تنظر لهذا الموضوع أستاذ عبد الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أنا أود أن أقول أننا بحاجة بالفعل خلال هذه الفترة يعني أن نفتح حوارات، باعتبار أن هناك آراء مختلفة ومشارب مختلفة واتجاهات مختلفة. لربما نحن بدأنا بالحوار، ولكن هذا الحوار مع الأسف تعمد بالدم، مما أثر تأثيرا بالغا على الوحدة الوطنية التي كان ينادي بها الكل، لا سيما مناطق الجنوب التي تأثرت بفعل الحرب، والتي يرى أيضا الكثيرون أنه لم يكن هناك مبرر لها. نعم. في ظل هذه الظروف المعقدة وفي ظل هذه الظروف الصعبة، نجد أن هناك تمزقا حقيقيا على أرض الواقع قد جرى في اللحمة الوطنية أو الشعور بالوحدة الوطنية. نعم. وأنا أشعر حقيقة بعد هذه الحرب الظالمة أن الواقع يحتاج إلى جهد كبير لتناول مثل هذا الموضوع الذي أصبح شائكا بفعل الحرب الظالمة التي لم تجري على أرض الجنوب فقط، ولكن جرت على مناطق مختلفة في إطار اليمن الواحد. نحن نعرف أن الجنوب وتحديدا عدن كان الكل ينادي بالوحدة اليمنية التي كنا نتناولها بشكل يومي مع النشيد اليومي في مدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، وربما كانت شعارا أيضا على مستوى الواقع السياسي. ولكن ما جرى خلال أكثر من عقدين من الزمن أثر تأثيرا بالغا على نفسية الإنسان. نعم أستاذ عبد الله، لا شك أن ما أحدثه النظام السابق وأيضا
عمدت ذلك ميليشيا الحوثي بالانقلاب، وعندما قادت هذا الحرب على كل محافظات اليمن ووصلوا إلى عدن وقصفوا وقتلوا وشردوا الكثير. إذا نحن أمام يعني هذا المنعطف التاريخي الكبير، كيف يمكن أن نرمم اللحمة الوطنية بين الشمال والجنوب؟ كيف يمكن إعادة إنتاج صيغة اليمن الجديد بصورة أكثر محبة، أكثر يعني احتراما للقانون، احتراما للإنسان فوق كل شيء؟ أنا أعتقد حقيقة يعني أن المسألة تحتاج إلى زمن، ليس بالزمن الهين حتى نستطيع أن نرمم نفسية الناس. ليس بالبساطة بعد هذه الحرب الهوجاء التي جرت أيضا أن نتناول هذا الموضوع على سطحيته، ولكن نحتاج نحن إلى تعمق، نحتاج إلى إجراءات على أرض الواقع تعيد الثقة للإنسان حتى يستطيع أن يتعامل. نحن جربنا المركزية التي كانت سببا رئيسيا فيما وصلنا إليه. نعم. لربما ظهر خلال الفترة الأخيرة دعاة من يريد أن يعيدنا إلى عقود طويلة من الزمن كنا قد تجاوزناها بفعل السلطة الوطنية. نعم. على أرض الواقع. نعم. يعني نتصور بعد إنهاء الإمامة بعام 62 في 26 سبتمبر، نجد اليوم من يدعو لإعادة هذا النظام الذي لربما قد عفى عليه الزمن. نعم. تحت مبرر السيد أو تحت مبرر، أعتقد أنه سلوك مثل هذا السلوك لا يمكن. نعم. أن يتقبله رجل يعيش في زمن كهذا. نعم أستاذ عبد الله، وكأنه أستاذ عبد الله، نعم، وكأنه انقلاب على ثوابت الجمهورية والوحدة وكل الثوابت الوطنية الذي قادته ميليشيا الحوثي. تكرم أستاذ عبد الله بالبقاء معي. نشرك معنا في الحديث من مكة المكرمة الدكتور والباحث السياسي محمد عسكر. محمد، مساء الخير دكتور محمد. اهلا وسهلا ومرحبا اخي العزيز. اهلا بك دكتور. اذا تحدثنا عن الممارسات التي اساءت للنظام في اليمن للوحدة، للحمة الوطنية، كل المحافظات اليمنية جنوبا وشمالا من نظام المخلوع، وأيضا ما قامته مؤخرا ميليشيا الحوثي في انقلابها. أخي العزيز، أولا أشكرك على إتاحة هذه الفرصة وأشكر ضيفك الكريم وكافة مشاهديك الكرام. لو حاولنا نتناول هذا الموضوع أعتقد عدة نقاط هناك مهم ومحطات نحتاج الوقوف أمامها. وهي المحطة الأولى وهي مرحلة ما قبل الوحدة. مرحلة ما قبل الوحدة كما تفضل ضيفك الكريم وكما أشرت أنت، أن الجنوب كان حامل مشروع الوحدة بكل قوة، وكان الناس حصل والشعب حصل له تعبئة كبيرة من قبل النظام الحاكم في حينها في الجنوب، الحزب الاشتراكي اليمني، وكان الناس يدرسونها في مناهجهم وفي نشيدهم اليومي للمناظر من أجل الدفاع عن الثورة اليمنية وتنفيذ الخطة الخمسية وتحقيق الوحدة اليمنية. نعم. الأمر الثاني، حاول الرفاق حينها في الحزب الاشتراكي أن ينقلوا هذه الوحدة، وحدة المشاعر، وحدة الشعب اليمني في الشمال والجنوب، وكانوا يسمونه شطري اليمن باعتبار أن اليمن مشطور لكن أساسه الشعبي كان موحدا. حاولوا ينقلوه من المستوى الشعبي إلى المستوى السياسي والنظام السياسي، ولذلك خاضوا غمار الوحدة في محطة 90. نعم. ثم حينما تبين أن هذه الوحدة كانت من طرف واحد وأن النظام في صرعة، نظام المخلوع عطاش ومن معه ومن تحالف معه في حينها، كان يفكر فقط في وحدة الضم والإلحاق ولم يفكر في وحدة الشراكة والبناء والإدماج السياسي القضائي. نعم. جاءت حرب 94 وفكت عرى هذه النظام السياسي، وسيطر نظام المخلوع على التراب اليمني من المهرة إلى صعدة. نعم. وجعل الوحدة منذ 94 وحدة ضم والحاق، تبدت هذه شكل حينما نقول وحدة ضم والحاق من خلال مظاهر متعددة، وأعتقد الكل يعلمها، اللي هو ضم الأرض واستئثار الثروة. نعم دكتور. وتسليح الجيش والأمن. نعم. وغير ذلك. نعم، لا يخفى هذه المعلومات على أحد دكتور محمد، والجميع يعني يعرفها، ولكن جاءت ثورة 2011 وكانت هي المنطلق، وأيضا قبلها الحراك السلمي الذي خرج بصورة سلمية منذ عام 2007 حتى وصل الناس إلى الحوار الوطني، وكانت القضية الجنوبية هي ربما القضية الأبرز التي وقف اليمنيون جميعا على حل هذه القضية ومطالبة الجميع بحلها حلا عادلا. جاءت ميليشيا الحوثي وانقلبت على كل المخرجات، وأيضا عادت يعني انقلاب وتريد أن تعيد اليمن إلى عهد الإمامة من جديد.
السؤال الآن دكتور محمد، لماذا يحمل أبناء المحافظات الجنوبية الشعب اليمني بشكل عام كل هذه التبعات؟ لماذا لا تكون مقتصرة على نظام المخلوع وأيضا على ميليشيا الحوثي؟ لماذا يعامل اليمنيون بأنهم السبب فيما تسببت فيه النظام السابق وميليشيا الحوثي من شرخ للمجتمع، من ظلم لأبناء المحافظات الجنوبية؟ هناك نقطتين في هذه المسألة. النقطة الأولى وهي أن فعلا حاول يعني مؤتمر الحوار الوطني الشامل في المرحلة السابقة أنه يلملم الجراح اليمني، واعتمد واعتبر القضية الجنوبية هي ركن وحجر الزاوية في المشاكل اليمنية، وأنه لا يمكن حل مشاكل اليمن كما كان يشير الجميع في حينها إلا من بوابة القضية الجنوبية. الأمر الذي وصل إليه من معالجات والمخرجات في القضية الجنوبية للأسف انقلب عليها المخلوع وميليشيات الحوثي، بل وبدلا من تطبيب الجراح ومحاولة ردم الشرخ الذي كان موجود، للأسف زاد هذا الشرخ اتساعا من خلال عملية التدمير الكثيرة والمأساوية التي حصلت في عدن، الذي نكأت الجرح بل وزادته شرخا واتساعا. النقطة الثانية وهي أنه لا يصح بكل تأكيد أن يحمل الشعب اليمني وخصوصا أبناء إخواننا في الشمال تبعات هذا الضم والإلحاق وهذا القهر الذي حصل في الجنوب، وهذا الاغتصاب للأرض وللسلطة في الجنوب وحكمها بالعسكر، لأنه المستفيدين كانوا لا يتجاوزون 1%، هم كانوا متسلطين كما أشرت سابقا على الشمال وحدة. نعم. ثم جاءت 94 وأصبحوا متسلطين على الشمال والجنوب. نعم. للأسف السيئة تعم كما يقال والحسنة تخص. الشعب في الجنوب كان يرى القادم من الشمال في صورة العسكري الذي يقهر إرادته، وصورة البلطجي الذي يأخذ أرضه. نعم، ولكن دكتور، نعم دكتور، لكن ربما الحرب الأخيرة دكتور، نعم دكتور، لكن ربما الحرب الأخيرة يعني اتضحت بشكل كبير من هم أعداء اليمنيين بشكل عام جنوبا وشمالا، هي يعني نظام الرئيس المخلوع الذي تم خلعه، وأيضا ميليشيا الحوثي الآن التي تقود انقلاب ولا زالت في حربها تقتل اليمنيين حتى اللحظة. يعني ما أريد أن أؤكد عليه، يعني لماذا لا يكون أبناء المحافظات الجنوبية سندا وعونا لإخوانهم في المحافظات الشمالية حتى يتم اجتثاث هذا السرطان الذي دمر وأسقط الدولة بشكل عام؟ أتفق معك أخي الكريم بهذا الأمر تماما، وثق أن الواضح يمكن لا يوجد إعلام يغطي هذا الأمر، لكن على الأرض الواقع الآن من هو السند الحقيقي والكلي للمقاومة في اليمن؟ من قاعدة العند؟ من دربت خلال الفترة الماضية من أبناء تعز الآلاف وسلحتهم؟ أيضا أبناء البيضة يأتون إلى عدن ويأخذون المؤن والأسلحة والتدريب من عدن. القيادة الشرعية لليمن كلها التي تدير البيضة وتعز وإب ومعارك مأرب وغيرها تدار من عدن، وحينما نزلت الحكومة والقيادة الشرعية بمثابة رئيس الجمهورية نزلت إلى عدن واحتضنتها عدن. عدن تقدم الآن لليمن أشياء الكثير في سبيل مقاومة مشروع الحوثي وصالح الجنوبيين عن بكرة أبيهم بعد ما ذاقوا من الحوثي وعفاش ما لم يذوقوه في 94، هم مع كل أبناء اليمن من أجل الخلاص من هذا الكابوس. نعم. من أجل الخلاص من هذا المشروع الثانوتي. نعم. فقط مطلوب الآن يا أخي العزيز من أجل إعادة اللحمة بشكل حقيقي هو نقل مستوى الوحدة إلى مستوى المشروع الشعبي، تحويل الوحدة من مشروع سياسي فاشل إلى مشروع شعبي ناجز وناجح يقوم على المصالح المتبادلة. نعم. كيف يمكن أن يتم ذلك؟ وهو من خلال في تقديري أن يعطى الجنوبيين حقهم الحر في تقرير مكانتهم السياسية والاجتماعية. نعم، وهذا ما أكدت عليه مخريات الحوار. نعم دكتور، وهذا ما أكدت عليه مخريات الحوار الوطني، ونحن نتمنى جميعا إن شاء الله أن تنتهي هذه الحرب وتنتصر الشرعية، ومن ثم يعني تحل كل القضايا بالشكل الذي يضمن للجميع الحقوق والحريات وإنهاء المركزية التي كانت في السنوات الماضية. دكتور تكرم البقاء معي، نشرك معي في الحديث الأستاذ ناصر الشليلي والناشط الإعلامي. أستاذ ناصر مساء الخير. عليك وعلى ضيوفك الكريم وعلى مشاهدي قناة برقيم. أستاذ ناصر، كيف يمكن لأبناء المحافظات الشمالية أن يبددوا الصورة السيئة التي تركها نظام الرئيس المخلوع وأيضا ما قامت به مؤخرا ميليشيا الحوثي من حرب غاشمة على أبناء المحافظات الجنوبية، لأن الثقة يبدو انتزعت من أبناء المحافظات الجنوبية؟ أولا دعني أقول في هذا الجانب أن
أبناء المحافظات الجنوبية مروا بتجربة صعبة للغاية. بدايتها كان في أواخر نظام علي عبد الله صالح وعلى هذه المحافظات من ظلم واضح للعيان، وكان الظلم هو كان يمارس على كل أبناء المحافظات اليمنية، لكنه في المحافظات الجنوبية كان يأخذ الصورة الأبرز أو الأوضح. نعم. الجانب الآخر أن ميليشيا الحوثي عندما جاء لتحتل المحافظات اليمنية تباعا وبعد ذلك وانتقلت من المحافظات الشمالية، بعد أن استكملت احتلال المحافظات الشمالية انتقلت لاحتلال المحافظات الجنوبية، أوجدت لدى أبناء الجنوب أيضا، عمقت لدى أبناء الجنوب بمعنى أصح هذا الشرخ الذي ساهم فيه النظام المخلوع علي عبد الله صالح. ولذلك علينا أن نعذر كثيرا أبناء المحافظات الجنوبية في نظرتهم التي الشديد لم نكن نتمنى أن نصل إليها. نعم. إلى الوحدة كمشروع جامع لكل أبناء اليمن، لكن ما حدث لأبناء المحافظات الجنوبية وللمواطنين في هذه المحافظات لديهم صراحة جدار نفسي كبير وصعب، من الصعب تجاوزه. علينا نحن أبناء المحافظات الشمالية أن نساعدهم على تجاوز الجدار من خلال تقديم الصورة الأبرز والصورة الأمثل. نعم. لأبناء اليمن، أبناء اليمن الذين خرجوا في 11 فبراير، أبناء اليمن أصحاب الثورة السلمية. نعم. الذين كانت قضية الجنوب هي قضيتهم الأساسية والأولى، كانت قضية مظلومية الجنوب، كانت قضية أبناء شباب الثورة، هؤلاء الأنقياء الأطهار الذين خرجوا في 11 فبراير. نعم. وقادوا هذه الثورة على نظام المخلوع. نعم. هم الذين يستطيعون تغيير الصورة المغلوطة. نعم. التي شارك في وضعها للأسف الشديد نظام. نعم. المخلوع. وهذا ما يجيب أستاذ ناصر. نعم. وميليشيا الحوثي. هذا ما يجيب أستاذ ناصر أن يسعى له أبناء المحافظة الشمالية أن يبددوا هذه الصورة السيئة التي يعني باتت على أبناء المحافظة الشمالية بسبب ما قامت به ميليشيا الحوثي وأيضا نظام الرئيس المخلوع. أستاذ ناصر وأيضا الضيوف الأكارم تكرموا البقاء معنا، نذهب الآن لمتابعة تصريحات حول موضوع الحلقة، أخذناها من بعض العينات في الشارع اليمني حول كيف يمكن إعادة ترميم اللحمة الوطنية، نتابع هذه التصريحات ومن ثم نعود. الحل المناسب والحل الأنسب إنه الشعب اليمني ينسي كل ما قد مر فيه به، وتذكر كلام الرسول اللي هو أهم كلام، إنه الإيمان يمان والحكمة يمانية، ودائما التوحد أساسا، دائما القوة ما تأتي إلا بالتوحد، والصح إنه الشعب اليمني لازم يكون متوحد ويد واحدة، الصح إنه ما ينكسرش ولا وما ينقادش بعد الأمور اللي إحنا في بيو الأزمات هذه، لأن هي اللي هذه اللي تدخل إحنا في مشاكل وانفصال وما انفصال وأشياء أخرى زي كذا. والصح كمان إنه لازم الشعب اليمني ينسى الخلافات وينزل الأزمات اللي مر في به ويكون يد واحدة، لازم يفكر الآن في بناء يمن ودولة مدنية حديثة، هذا الصح الآن بهذا الوقت. أولا أهنئ الشعب اليمني جميعا بالوحدة اليمنية، بوحدة القلوب التي هي الوحدة الحقيقية والتي كانت وستبقى طالما بقي اليمنيون. الحقيقة أي مشكلة لا يمكن حلها إلا بالتوجه إلى أسبابها. هناك مشكلات كبيرة جدا أوصلتنا إلى ما نحن عليها اليوم، كان أسها سياسات فاشلة مفشلة استخدمها النظام السابق وأصر عليها، وكان بموجبها هو الانفصال الحقيقي طيلة الفترة الماضية، والذي استدعى بتلك السياسات أن تقوم ضده حركات ربما أرادت أن ترفع الصوت لتدلل الناس على وجود خطر حقيقي لم يكونوا يتوقعوه. اليوم أعتقد أننا بمعرفة حقيقة هذا النظام وثورتنا عليه في 2011، وهذا كان أول تصحيح لمسار الوحدة، 2011 أول تصحيح لمسار الوحدة، ثم جاء الانقلاب فيما بعد ذلك ليؤكد أنه يعلم تماما أن مشروعه هو مشروع لا وحدة وليس مشروع الوحدة. وجاء الانقلاب لم يكن على السلطة، كان على الدولة، لم يكن
على اليمن السياسي، بل كان على اليمن الثقافي أيضا، على الهوية. وبالتالي جاءت المقاومة الموحدة في كل أصقاع اليمن رد آخر وعلاج آخر لإعادة الوحدة إلى مسارها الحقيقي. انتصار المقاومة بإذن الله تعالى هو انتصار لليمن الموحد، ووصولنا إلى تطبيق مخرجات الحوار الوطني فيما يتعلق بالعدالة في توزيع السلطة والثروة وإعطاء الحقوق الناس كلهم حقوقهم وحرياتهم وتثبيت المواطنة المتساوية، لا شك وجود هذه القوائم الأساسية هي التي ستعيد تلك ذلك النسيج الذي بدأ يهترئ والذي لن يتمزق بإذن الله تعالى. أولا، الوحدة اليمنية هي راسخة في قلوب أبناء الشعب اليمني بشكل عام. ثانيا، أن الجنوبيين وحدويين بطبيعتهم، لكن ما حدث بعد عام 90 أن علي عبد الله الصالح بممارساته وممارسة عصابته جعل الناس يشعرون بنوع من التردد والتخوف من قضية الوحدة، لكن ذلك لم يقضي على أحاسيسهم الداخلية. قد نرى بعض الأمراض تطبع على السطح هذه الأيام ببعض الممارسات من قبل عناصر معينة في الحراك وبالذات تيار علي البيض، لكن ذلك لا يعني بأن مشاعر الوحدة، مشاعر الإحساس باليمن الواحد الموحد قد ماتت في النفوس. صحيح حدث هناك شرخ، لكن هذا الشرخ أو الخدش سريع ما يلتئم، لأن الأصالة في أعماق الشعب وسعيه نحو الوحدة كخطوة على طريق الوحدة العربية الشاملة ما زالت باقية في النفوس، وستثبت الأيام صحة ما أقول. لا تظهر إلا الأمراض السطحية. مقررات مخرجات مؤتمر الحوار الوطني هي المخرج الصحيح لإعادة اللحمة واطمئنان النفوس وإعطاء كل ذي حق حقه. الخطاب الأخير الرئيس عبد الرب منصور هادي في ليلة 22 من مايو هذا العام قد أكد على أهمية قيام الدولة الاتحادية التي تتكون من عدة أقاليم، وبالتالي هذه الخطوة إذا ما تمت سوف تقضي على كل الشعارات التي تطبع على السطح مثل هذه الأيام، وستقضي على كل الأمراض التي بدأت تظهر على جسد. حياكم الله مشاهدينا الكرام، عدنا لكم من جددا بعد أن تابعنا هذه التصريحات. أعود إلى الرياض عبر السكايب مع مدير مكتب الثقافة في عدن الأستاذ عبد الله باكت. أستاذ عبد الله، إذن يعني هذه الصورة السلبية والسيئة التي كنا نتحدث عنها قبل التصريحات التي ورثتها المحافظات الجنوبية بسبب النظام السابق وبسبب ميليشيا الحوثي، كيف يمكن للمثقفين، كيف يمكن لعقلاء أبناء المحافظات الجنوبية أن يعيدوا تصحيح هذه النظرة السلبية، وأن اليمنيين مظلومين شمالا وجنوبا، وأن ما قاموا به من ممارسات هي يعني حقيقة هناك يعني ظلم كبير فعلا في المحافظة الجنوبية، لكن أيضا في المقابل أيضا لأبناء المحافظات الشمالية، ونحن في منعطف تاريخي خطير، لا يعني يتوجب علينا جميعا أن نكون صف ويد واحدة في هذه اللحظة على الأقل. أخي الفاضل، طبعا عندما نتحدث نحن عن القضية الجنوبية، نحن نتحدث عن قضية يعني مهمة ومفصلية بامتياز، تم مناقشتها في باب خاص في مؤتمر الحوار الوطني الذي كان طريقا لتصحيح ما مرت به البلد. نحن عندما نتحدث عن القضية الجنوبية أو نتحدث عن قضية اليمن بشكل عام، نحن نتحدث عن قضية مهمة جدا وهي قضية الدولة. نحن مع الأسف على مر مراحل الصراع الدموي أو السلطة الوطنية لم نكن أمام زعامات تحمل مشاريع لبناء دولة لبناء الإنسان، نحن كنا أمام مجموعة من المغامرين أو مجموعة من المتنفذين الذين لربما لا يروا يعني أبعد من أنوفهم، أو لربما ينظروا إلى مصالحهم فوق حساب هذا الشعب. نعم. اليوم ما زالت هذه الزعامات تتاجر بالناس، تتاجر بالعامة في الشوارع، والشارع يحترق ويموت كل يوم، الشارع يتدمر كل يوم. نعم. نحن عندما نتحدث عن عدن كنموذج للمدنية، كنموذج للحياة، عدن قبلة الإبداع وقبلة الشعراء وقبلة الفن، عدن الرابضة
يعني على البحر، لم تزرع في يوم من الايام غير المدنيه والجمال، كانت نموذجا يمكن ان يحتذى به في تاسيس. من اين جاءت هذه هذه النزعه المناطقيه والعنصريه استاذ عبد الله برايك؟ من اين اتت هذه الثقافه الدخيله على محافظه عدن على وجه التحديد هذا المدينه مدينه السلام والتعايش التي هي يعني تقبل مختلف الثقافات ليس اليمني فقط بل تعدى ذلك الى يعني دول اخرى خارج الاطار اليمن؟ أخي العزيز، عدن أولا عندما أتحدث عنها أقول أنه عدن متعددة الثقافات. عدن استقبلت الفرس واستقبلت الهنود واستقبلت الصومال واستقبلت المسيحيين واليهود، ولربما هناك شوارع بأسماء هؤلاء. نعم. ثقافات مختلفة على مر العصور باعتبار موقعها، وهي فاتحة ذراعيها لمن هو قادم. إذن هذه مدينة مثلت الحياة المدنية بالفعل ومثلت القدرة على التخاطب مع الآخر. هناك المجلس التشريعي عندما تتحدث في هذه المدينة عمره عمر طويل، تجربة حقيقية وتجربة مهمة. أنا أتخيل خلال فترة هذه الحرب، نحن لم نكن في نزهة، هناك شوارع كريتر وشوارع الشيخ عثمان والمنصورة وشيخ الدويل ودار سعد والبريقة، كل هذه المناطق قتلة في الشوارع ودمار، يعني جاءوا على ما تبقى من الشعور. اليوم عندما أريد أن أرمم لا تأتي المسائل في إطار برنامج أو في إطار حوار بسيط، هناك آلام متراكمة لا يخلو بيت من فقيد. نعم. لا يخلو بيت من دمار، لا يخلو شارع من أسى. يعني اليمن في قعر الدول الفقيرة، وعندما تأتي هذه الحرب وجاءت على الأخضر واليابس، يعني نعم. اليوم العملة تصل إلى الحضيض، كيف يمكن أن أنظر بتفاؤل إلى مستقبل قادم إذا لم يكن هناك مشروع نستطيع أن ننقذ به هؤلاء الناس؟ كفانا نعم. زعامة تأتي نعم. لتتحدث عبر أجهزة الإعلام ونتصور أن هؤلاء ممكن أن يأخذوا بهذا الوطن إلى بر الأمان. لا نعم نعم أستاذ عبد الله، نعم أستاذ عبد الله، نعم نعم هذا المشروع الذي تحدثت عنه أستاذ عبد الله، دعني أنقل يعني هذا ما طرحته هو الموضوع للدكتور محمد. دكتور محمد، إذا الأستاذ عبد الله يعني ذكر نقاط إنه اليمن بحاجة إلى مشروع كبير تعيد الثقة للناس شمالا وجنوبا، لماذا لا تكون يعني هذه المرة يعني زمام المبادرة من أبناء المحافظات الجنوبية لقيادة اليمن الجديد؟ وكما تعلم الآن الرئيس من الجنوب ورئيس الحكومة من الجنوب، وهناك يعني قيادة كبيرة من أبناء المحافظات الجنوبية، لماذا لا تكون زمام المبادرة هذه المرة من أبناء المحافظة الجنوبية ويقدموا النموذج الأمثل الذي يصحح المسار الصحيح لليمن الجديد؟ سؤال مهم جدا أخي العزيز، يعني لكن أحب أن أشير بالنسبة للنقطة أنه لماذا هناك عنصرية في أو حالة من الكراهية بين أبناء الجنوب. السبب الحقيقي أخي العزيز هو فكرة أنه منذ الوحدة وكل الحروب التي جاءت من الشمال إلى الجنوب ولم تأتي من الجنوب إلى الشمال، وإلا لوجدنا حالة من الكراهية والقهر لدى أبناء الشمال في حينها. لا بديل أنا يعني أي تجربة حضارية في أي أمة دائما ما تعود إلى أصول وجذور حقيقية. نعم. مثلا القارة الأوروبية والغرب حينما أراد أن يتمدين بعد العصور الوسطى المظلمة هناك عاد إلى التجربة اليونانية والتجربة الرومانية. في التجربة اليونانية استفاد من فكرة الديمقراطية، وفي التجربة الرومانية أخذ القانون الروماني الشهير، وانطلق من خلال هذين الأمرين إلى بناء حضارة كبيرة للغاية. نعم. لو أخذنا على مستوى اليمني وفي اليمن نجد أنه في الجنوب بعد 67 بعد الاستقلال كانت هناك 23 سلطنة ممزقة، وكانت هناك منطقة مضيئة وحيدة في الجزيرة العربية هي عدن ومتمدينة، استطاعت الجبهة القومية حقيقة ويحسب لها ذلك والثوار سيناء أن يتم تعميم نموذج عدن على باقي 23 سلطنة. هل يمكن نعم دكتور هل يمكن أن تلعب عدن ويعني أبناء المحافظة الجنوبية هذا الدور في هذا الأيام بعد أن يعني كان لها هذه الصورة الجميلة والنصعة في الستينات؟ نعم سيأتي. كنا نتمنى والتقينا بعض القيادات الأخوة يعني من مسؤولي الشمال قبل فترات طويلة، وقلت كنت أتمنى أن يتم تعميم تجربة كما تم تعميم تجربة عدن في الجنوب يتم تعميم تجربة الجنوب على مستوى اليمن، لكن للأسف جاءت النظام المخلوق وأخذ التجربة رائدة.
الآن المطلوب لتحقيق هذا الأمر أولا ترميم النفوس والقلوب كما أشار أستاذنا الأستاذ عبد الله باكدادة. نعم. حتى يتم ترميم هذا الأمر أولا، كيف تريد لإنسان جريح أن يساعد إنسان مريض؟ لا يستطيع الجريح إلا أول شيء أن يطبق جراحة ثم سينهض بمهمة الملقاة على عاتقه. نعم. المطلوب الآن من أبناء الشمال تجاه معالجة ومداوة الجرح الجنوبي في تقدير أمرين. أولا السعي الحثيث لبناء الدولة المدنية ودعمها بكل قوة الدولة المدنية. الأمر الثاني المطلوب هو فكرة الإقرار لحق الجنوبيين بتقرير مكانتهم السياسية وحقهم بتقرير مصيرهم. في تقديري لو توفر هذا الأمرين سيتم تطبيب الجرح الجنوبي وسيتم إنشاء مشروع وبناء مشروع يمني متكامل منطلق من عدن. المطلوب في هذه المرحلة بالذات لتحقيق ذلك عدة خطوات. الخطوة الأولى هو دعم السلطات المحلية لتثبيت الأمن والاستقرار في عدن. الخطوة الثانية بناء مؤسسات الشرعية من عدن وتكون مؤسسات مدنية على مستوى اليمن. نعم. طالما وأن عدن أعلنت عاصمة لكل اليمن يجب أن تبنى عاصمة تليق. لا ينبغي أن ننظر إلى عاصمة أعلنت لكل اليمن منذ سنة ونصف وهي تغرق الآن بالظلام ويموت لها بسبب انعدام الكهرباء. يجب أن تكون هذه قضية كل يمني حر وكل يمني غيور. نعم. ينظر إلى المستقبل. لا شك. بعيون. نعم. مدنية. نعم لا شك دكتور أن الجميع يتمنى ويدعم بقوة السلطة المحلية في عدن من كل أبناء المحافظات اليمنية، خاصة يعني من هم مع الشرعية. قد يكون هناك أصوات أخرى من الذين لا زالوا يناصرون الرئيس المخلوع أو ميليشيا الانقلاب، لكن في المقابل هناك حب كبير لأن تكون مستقبل اليمن الجديد وأن تكون عدن هي العاصمة وأن تتغير شكل الدولة بشكل يعيد للناس الحقوق. دكتور تكرم بالبقاء معنا، أعود إلى الأستاذ عبد ناصر الشليلي من الرياض عبر الهاتف. أستاذ ناصر، إذن هل باعتقادك أن أبناء المحافظات الشمالية يعني لا يدعمون مثلا لأن تكون مثلا القيادات الجنوبية أو دعم تقديم نموذج جميل لقيادة البلد في المستقبل، أم أن الشماليون في هذه الجزئية يعني يتمنوا بأن يقدم الجنوبيون مشروع جميل وأن يقود البلد في يمن اتحادي جديد يكون يعني يعكس النظرة السيئة التي خلفها نظام المخلوع وأيضا ميليشيا الحوثي؟ علاقة الحب والوئام بين أبناء الشمال وأبناء الجنوب علاقة تاريخية ولا يستطيع أحد أن يعكر صفو هذه العلاقة. نعم. لنعود إلى الوراء قليلا لننظر قحطان الشعبي وسالمين وعبد الفتاح إسماعيل من القيادات الجنوبية التي كانت تطالب وتنادي بالوحدة مع الشطر الشمالي في ذلك الوقت. نعم. أحمد بن أحمد قاسم عندما غنى لليمن غنى أروع الأغنيات وهو ابن عدن. عبد الله عبد الرحمن عندما خط بقلمه افضل نشيد على مدى تاريخ اليمن وغناه محمد مرشد ناجي وهو ابن عدن. هذا التلاحم موجود ومغروس في القلوب، وان شوه هذا التلاحم وان شوه الصوره نظام المخلوع صالح وعبد الملك الحوثي في حربه التي شنها على ابناء المحافظات الجنوبيه وعلى بقيه المحافظات في اليمن، إلا أن هذا الحب هو مغروس في الصدور. جميعنا يتذكر ان النعمان أحمد النعمان وأن محمد محمود الزبيري كانوا يقودوا فكرهم التنويري من عدن. نعم. لا ننسى أبدا أن التاريخ يقول أن عدن دوما هي المدينة مدينة الحب والسلام وهي المدينة التي تحتضن القيادات اليمنية التي تبحث عن التحرر وعن الانعتاق من الحكم الظلامي والكهنوتي. نعم. ما حدث من شرخ اجتماعي كبير، وأنا أقول وبمنتهى صراحة شرخ اجتماعي كبير لدى أبناء الجنوب، وهناك ظلم ونراه يظهر في تصرف هنا أو تصرف هناك. هذا الشرخ الاجتماعي يجب أن يعاد النظر في كيفية التغلب عليه. القصة نعم. ليست قصة أن أبناء الجنوب يعطوا القيادة أو نعم. أبناء الشمال. وعلى ما يبدو نعم أستاذ ناصر، نعم أستاذ ناصر يعني هذا الشرخ الاجتماعي. نعم. الرئيس عبد الرب منصور هادي بمشروعه الجبار نعم. اليمن الاتحادي هو الكفيل أنا هذه اللحظات الراهنة وهذه اللحظات الحرجة من تاريخ اليمن أن المشروع اليمن الاتحادي الذي يتبناه الحوار وفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي هو الكفيل بالقضاء على مثل هذه التشوهات التي أحدثها نظام المخلوع صالح. نعم. وعبد الملك الحوثي. نعم. أستاذ ناصر تكرم بالبقاء معي وأيضا الأستاذ عبد الله باكدادة والدكتور محمد عسكر. سنذهب الآن لمتابعة
هذه المادة المعلوماتية التي عدها الزميل وديع عطاء عن أهم ما ورد في خطاب الرئيس عبد ربه منصور هادي عن الوحدة اليمنية وعن اليمن الاتحادية الجديد، وأيضا ما تشهده من تحديات ومعوقات وكيف يمكن أن نعيد اللحمة الوطنية. نتابع هذه المعلومات في هذه المادة ومن ثم نعود، تكرموا بالبقاء معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، واعود الى الرياض عبر السكايب مع الاستاذ عبد الله كدا، مدير عام مكتب الثقافه في محافظه عدن. استاذ عبد الله، اذا يعني نحن امام الجميع وخاصه في ابناء المحافظات الشماليه، هناك لوم لبعض يعني الاصوات في المحافظات الجنوبيه التي تتكلم بعنصريه بمناطقيه، رغم ان الجميع يتمنى واجزم بان الكثير في ابناء المحافظات الشماليه يتمنوا ان تكون هذه القياده تتكلم بصوت اليمن الكبير، وتتمنى ان تكون يعني قياده اليمن الجديده من ابناء المحافظه الجنوبيه التي تقدم المشروع الذي يكفل الحقوق والحريات للجنوب وللشمال، وتقديم نموذج جميل للدوله بكل اركانها لتنظيم العداله النظام والقانون على الجميع. هذه الاصوات ما مدى تاثيرها وتعيق مثل هكذا مشروع يتمنى اليمنيون كافه بان ينجح؟ استاذ عبد الله هل تسمعني؟ نعم، اعيد السؤال. كنت قد سالتك يعني في هذا الظرف العصيب، يعني اليمنيون يعني يتمنون يعني خاصه في المحافظات الشماليه بان تكون القياده الجنوبيه من تقود اليمن في اليمن الاتحادي الجديد، ويقدموا النموذج الامثل للحكم والنظام الذي يؤمن بالحقوق والحريات، نظام العدل والقانون. لكن هناك اصوات وكما تعلم وتيارات في المناطق وفي المحافظات الجنوبيه تسعى ل يعني أو تنادي بفك الارتباط أو تبحث عن المشاريع الصغيرة، ما مدى تأثيرها على يعني أن نجاح هذا المشروع الكبير الذي يتمنى اليمنيون أن ينجح شمالا وجنوبا؟ حقيقة الناس في المناطق الجنوبية هي ألفة النظام وألفة القانون، وكانت هي من تدعو له. ربما ما جرى خلال الفترات السابقة وما يعني من دمار لربما جاء على حساب نفسية الناس. اليوم الواقع يحتاج إلى شيء من إعادة الثقة، لأنه جرى تثوير لهذا الشارع، جرى تدمير لأخلاقيات الناس، جرى نصف شكل العلاقة التي كانت موجودة. اليوم يعني من لم يمت في الحرب اليوم يموت بسبب الحرب وبسبب الكهرباء. نحن نعرف أول عمود كهرباء في عدن كان سنة 1928. نعم. هذه مدينة النور اليوم تعيش في الظلام. هناك
تقريبا جملة من الخطوات نحتاجها لكي نعيد الحياة إلى الناس. نعم. هناك لابد أن تكون إعادة تثقيف الناس وإعادة تشكيل الوعي الذي تدمر بسبب الحرب. نحن بحاجة إلى إعادة شكل العلاقات، بحاجة أيضا نعم. إلى رفع قليل من البنية الاقتصادية التي لربما تكون مساهما ولو قليلا في طمأنة الناس وبالتالي تقبلهم لما هو آتي. نحن بحاجة بعد هذا وذاك إلى مشروع يطمئن الناس أن هناك دولة قادمة بالمعنى الحقيقي وليس بالمعنى الحقيقي. وهذا ما نتمنى. نعم أستاذ عبد الله، هذا ما نتمنى، أن يكون هذا المشروع يعني أنتم من تحملونه في يعني النخبة السياسية والمثقفة والتنويرية التي تتكلم باسم اليمن الكبير الجامع. أستاذ عبد الله باكدادا مدير عام مكتب وزارة الثقافة في محافظة عدن، شكرا جزيلا لك، ووصلنا إلى ختام هذه الحلقة، شكرا لمشاركتك معنا. أعود بعودة أخيرة أيضا للدكتور محمد عسكر في مكة المكرمة. دكتور محمد، هل باعتقادك هذه الأصوات وهذه التيارات التي في المحافظات الجنوبية يعني ستنجح في يعني عدم نجاح المشروع اليمني الكبير والدولة الاتحادية التي يتمناها كل اليمنيين؟ أنا أعتقد أنه تتحدث مثلا عن الأصوات اللي طالب بالفك الارتباط أو الانفصال بشكل عام. نعم، يعني من يطالبون بهذا التيار على وجه التحديد فعلا؟ حاليا الذي يتجه إليه القيادات الحقيقية للجنوب بشكل عام هو فكرة الدولة الاتحادية. بس كما أسلك أنا أن هناك رافعتين أساسيتين في اليمن لرفع مشروع المستقبل، مشروع الدولة الاتحادية. نعم. وهو شباب الثورة في الشمال الذين لم يتلطخوا، تقريبا الطرف الشمالي الوحيد الذي لم يتلطخ بدماء الجنوبيين. نعم. يعني نجد أن المؤتمر والإصلاح وكل الأحزاب السابقة، والآن جاء الحوثيين وتورطوا بالدم الجنوبي، بينما نعم. شباب الثورة هم الذين حملوا لواء إنصاف الجنوب والقضية الجنوبية. نعم. الرافعة الثانية وهو الحراك الجنوبي. لكن حتى يكون هناك كما أسلفت أنت أخي العزيز يعني دولة مدنية حقيقية للمستقبل، يجب أن تقاعد من قبل قيادات مدنية يعني من اليمن بشكل عام، وإنما يكون مركزها وثقلها هو في الجنوب. نعم. حتى يكون هذا الأمر في تقديري كما أسلفت هناك أمرين أساسيين يجب أن يدفعوا وأن يقتنع الجميع بهما. نعم. الأمر الأول وهو أن يقتنع الجميع بفكرة أن هناك يجب أن تبنى دولة مدنية. نعم. مالا فإن للجنوبيين وهذا الأمر الثاني لهم الحق في تقرير مصيرهم، وبالتالي فإن حق تقرير المصير في يعني في وجهة نظري نعم. هو الضمانة التي ستجبر المركز وقوى. ولكن هناك المخاطر دكتور. نعم، الكثير يتخوف من هذه النقطة لأن المخاوف كبيرة التي تحيق على المنطقة بشكل عام ليس اليمن فقط، ويعني أي دعوات من هذه في الوقت الراهن على الأقل ستؤدي إلى يعني تدمير اليمن بشكل عام ويعني جنوبا وشمالا، وهذا هو التخوف الكبير. أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد عسكر، كنت معنا عبر الهاتف من مكة المكرمة. سؤال وعودة أخيرة أيضا للناشط الإعلامي الأستاذ ناصر الشليلي. أستاذ ناصر، في دقائقنا الأخيرة، أنت من وجهة نظرك كيف يمكن لنا أن نساعد إخواننا في المحافظات الجنوبية ونساعد من ينادوا بالمشروع الوطني الجامع الكبير لإنجاحه، وأيضا الحد من الأصوات التي يعني تنادي بالتشطير أو تنادي بتقسيم اليمن في كل المحافظات؟ بمنتهى الصراحة، إذا أردنا أن نحافظ على هذا المشروع الوطني الجامع لكل اليمنيين فعلينا أن نعترف أولاً بخطر ما يحدث حالياً، وأن هذا الخطر المجتمعي الذي يحدث حالياً في وتظهر صوره في عدن وفي غيرها من مدن الجنوب أنه يهدد المشروع. ولذلك نحن أمام لحظة تاريخية مهمة في تاريخ اليمن، على القيادة السياسية أن تعمل على إعداد استراتيجية شاملة لمعالجة هذه الاختلالات التي وجدت، حتى نستطيع وأيضا على المنظمات وعلى الإخوة في أبناء الشمال أن يساهموا في تقديم الصورة الحقيقية للمواطن اليمني المحب لأخيه اليمني، وأن نتجاوز آثار هذا الاختلال الموجود حاليا لأنه اختلال نعم. كارثة لا سمح الله. نعم.
أشكرك جزيل الشكر للأستاذ ناصر الشليلي الناشط الإعلامي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. الشكر أيضا لضيوفي الأكارم، كان معنا عبر السكايب من الرياض الأستاذ عبد الله باكدادة مدير عام مكتبة وزارة الثقافة في محافظة عدن، وأيضا الشكر للمحلل السياسي الدكتور محمد عسكر كان معنا عبر الهاتف من مكة المكرمة. الشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة، حتى الملتقى في حلقة جديدة من بين قوسين، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.